كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. اليوم تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة والكنيسة ومعظم أبناء الكنيسة الكاثوليكية في الشرق خصوصا في مصر تبدأ الصوم الأربعيني الكبير. طبعا نحن نصوم لأن السيد المسيح صام 40 يوما و40 ليلة. المسيح ذهب إلى الصحراء كما يقول لنا القديس أمبروزيوس، القديس أمبروزيوس أسقف ميلانو، إنه كما أن آدم الأول طرد من الفردوس وذهب إلى الصحراء، آدم الثاني الذي هو السيد المسيح عاد من الفردوس وتوجه وين؟ إلى الصحراء. ولكن مع الأسف نسمع أصواتا لم نعهدها من كم سنة، نسمع إنه الصوم شيء مرفوض. لماذا شيء مرفوض؟ بعض الحركات تستشهد بالكتاب المقدس، وسنرى كيف تأخذ النص، ما المعنى الذي تقوله وما المعنى الحقيقي. مثلا لنقول لنا أنه بعض الفئات تقول الصوم غير مقبول عند الله، أصوامكم مثلا كرهتها نفسي. طيب لماذا كرهت نفسي، أي نفس الإلهية، لماذا كرهت الأصوام؟ هل وبقول لك أشعيا 58 يقولون لماذا صمنا ولم تنظر وعنينا أنفسنا ولم تلاحظ؟ إنكم في يوم صومكم تجدون مرامكم وبكل أعمالكم تسخرون، أو عمالكم، ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون لتضربوا بلكمة الشر. الصوم إذن، هل رفض الله الصوم بحد ذاته لأنه صوم، أم لأنه هؤلاء الذين يخاطبهم الله عن طريق النبي أشعيا كانوا وهم يصومون كانوا مليئون بعيدا منكم باللؤم والظلم؟ إذن الله لا يكره الصوم، بما أنه المسيح صام، موسى صام، إيليا النبي صام، بل يكره مع الصوم ماذا؟ اللؤم والظلم بعيدا منكم. وبعدها تتضح الصورة أكثر، يقول ما يلي: الصوم الذي أنا أختاره هو حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير. لحد هنا يقال لنا إذن الصوم معنوي، يعني أنصر المظلومين. لا، تكمل الآية، يكمل النص: أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ لكي أكسر خبزي للجائع يجب أن أضحي أنا بالأكل بالطعام حتى أقدمه للجائع. إذن هذا هو النص الأول الذي يساء استخدامه. هناك نص آخر من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس، في ناس بيقولوا إلى أهل تيموثاوس، لا، إلى تيموثاوس وحده، وهو أحد تلاميذ القديس بولس، الفصل الرابع. والروح يقول صريحا أنه في آخر الأيام هناك بشر مكوية ضمائرهم، يمنعون عن الزواج ويمنعون عن أطعمة، يعني سمح بها الله لكي يتناولها الناس ويشكروا عليها. تيموثاوس الأولى فصل 4 آية 1 وتابع. هل هذه الآية تنطبق على الكنيسة؟
هل الكنيسة تمنع الزواج أم تقدس الزواج؟ شو رأيكم؟ الكنيسة تقدس الزواج، وكما قلنا في لقاءات سابقة الذين يريدون بمحض إرادتهم أن يتبتلوا فهذا يقومون به بملء حريتهم، ولكن الكنيسة لا تمنع الزواج بل تقدسه. إذن ليست هذه أرواح مضلة ولا تعاليم شيطانية ولا في رياء أقوال كاذبة موسومة أو ضمائرهم نقول بالعربي الدارج مكوية، بالمصري بيقولوا زمة كاوتش، مانعين عن الزواج. الذين كانوا يمنعون عن الزواج هم المانويون الذين كانوا يقولون إنه جسد الإنسان شر، وآمرين أن يمنع عن أطعمة خلقها الله. الذين كانوا يمنعون وما يزالون يمنعون عن بعض الأطعمة بشكل دائم هم اليهود الذين يميزون بين كاشير وطاريف. الكنيسة لا تمنع عن الأطعمة، خصوصا الكنيسة الغربية الكاثوليكية، وإن منعت الكنيسة وقت الصوم فهذا نسميه انقطاع، ليس بالمعنى الحصري صوما، وهذا طبعا كله مؤقت لزمن الصوم الأربعين المقدس. وشكرا لإصغائكم.